طبعا بدي اختم هاي الحلقه بموضوع انتبهت له بالتعليقات امبارح في الفيسبوك، كانت مش في تويتر، ما بعرف ليش الموضوع هيك. لما تكلمت انه رونالدو تاهل، كثير من التعليقات مش اسطوره اسطوره مش اسطوره مش اسطوره. فخلينا نحكي فيه ما دامنا صرنا حكينا عن حلقه اليوم، فبنخلص الموضوع فيه. هل رونالدو اسطوره؟ كل معايير كره القدم نعم، القاب عنده، انجازات فرديه عنده، هداف تاريخ ريال مدريد، هداف تاريخ للبرتغال، ثبات مستوى هائل. نادر؟ نعم نادر، شخصيته نادر في كرة القدم، تكامله نادر في كرة القدم، عناده نادر في كرة القدم، شغله على نفسه نادر في كرة القدم. كل هاي الأشياء نادر. ما في أي حجة بيقدر يقدمها حد إنه رونالدو مش أسطورة إلا قد تقدم له 10 أساطير بالنسبة له طلعهم مش أساطير. كأس العالم بتشيل نص العالم، ما جابش كأس العالم. ما جابش كأس أوروبا بتشيل نص العالم. وصل مع البرتغال نهائي الدوري، نهائي، لعب نصف نهائي. لعب نصف نهائي مرتين، واحدة منهم هو اللي وصلهم 100% لوحده ب 2012. مع ريال مدريد انجازات، في عنده انجازات. تقارن بالبطولات بنطلع لك الظاهرة رونالدو مش اسطورة، اذا نيجي نحكي والله ما جابش دوريات كثير مع ريال مدريد بس جاب مع مانشستر يونايتد، هيك بنطلع لك الظاهرة رونالدو مش اسطورة. ما جابش، جاب دوري الابطال مرتين، الظاهرة ما جابها، والكل متفق انه الظاهرة اسطورة ما فيش نقاش. مسألة اي شيء، اي حجة حتتقدم بالارقام ما فيش نقاش، باي شيء حتتقدم دائما في عكسه. والله انه بس ميسي احسن منه على الكره، طب مارادونا كان احسن بكثير من الناس اللي بجيله على الكره، وكان يصنف اسطوره وغيره يصنف اسطوره، ليش بتقبلهم هذول ما بتقبلش هذا؟ لان اللي بيحصل انه رونالدو شخصيا يا بتحبه يا بتكرهه، ما في حل. ممكن مع ميسي مع نيمار تستوعب، تعجب فيه عشان تحس مدريديين، لكن مستحيل تلقى رونالدو في حل، يا هون يا هون، خلص يا بتكرهه يا بتحبه. فاللي بيكرهه بصحه بيقبل هو بيلعب اسطوره. فسيحكم على اسطوريته لما يرحل، لما يرحل على الريال، مش عم يرحل على ما يريد، لما يرحل عن كره القدم. لما يعتزل ويصير لاعب بطل لاعب، حنشوف شو الناس حتتكلم عنه. بالتأكيد سيكون اسمه أسطوري، نتكلم عن 10 سنوات من كرة القدم هو متواصل فيها، موجود دائما من عناصرها الأساسية، من عناصرها الثلاث الأساسية دوما. فأنت لما تحكي عنه مش أسطورة، أنت لغيت 10 سنين من كرة القدم. وعشان تصنف يعني لا يعني إنه رونالدو أسطورة إنه مش ميسي أسطورة، ببساطة. تمام؟ لا يعني أبدا إنك تحكي رونالدو أسطورة معناها مش ميسي أسطورة، هاي أسوأ شيء في المقارنات اللي عم بتصير في المنطقة. إنه يا هيك هيك، لا مش هيك هيك، الاثنين أساطير. الاثنين غيروا شكل كرة القدم حاليا، الاثنين زادوا شعبية كرة القدم حاليا. فالاثنين اساطير بالتأكيد. ما في أي شيء، يعني أنا صراحة بالنسبة لرأيي الشخصي ممكن هلا اللي بحبوا زيدان وطبعا هلحقناش ستيفن وخلينا نكون صريحين وبوشكاش. يعني أنا بالنسبة لي إنه رونالدو هو أفضل لاعب شفته بحياتي بريال مدريد. كثبات، الآن نعم ريال مدريد ما استفاد من رونالدو، هاي مشكلة ريال مدريد. ريال مدريد رونالدو نجح جدا مع ريال مدريد، ريال مدريد ما نجح مع رونالدو، هاي قاعدة صارت واضحة والكل عم بيكرر هذا الكلام، يعني مش مني مش اختراعي. ألقاب قليلة للنادي، ريال مدريد رونالدو ممتاز جدا، كان بده بس لمسات حوله، استقرار أكثر حوله ممكن حقق. نعم، في مشاكل بشخصية رونالدو بلا نقاش. نعم مشاكل بشخصية رونالدو، لكن ما سمعت قصص جورج بيست مثلا. كل النجوم عندهم مشاكل، مارادونا ما كانش يتدرب يعني، بتعمله مش أسطورة. يعني كل نجم عنده مشاكل، نعم رونالدو مش ناضج عاطفيا، لما يصير في شيء مضايقه بيعمل مشاكل، بتكبر الدنيا، بيوتر، عمل توتر كثير، حتى الموسم هذا، الموسم اللي قبله، الموسم، كل موسم رونالدو بتحسه العامل المشترك بكل عنصر توتر. صحيح، بس هذا الشيء ما بيخليك تنسى اللي بيعمله بالملعب، يعني اللي بيعمله برا مش متفقين معاه في اشياء منها، بس مش متفقين معاه بشيء في الملعب. هون المهم اللي لازم نستوعبه ونعرف انه باي منطق حتحكي انه رونالدو مش اسطوره، باي سبب حتطلع 10 اسماء من اللي انت بتعتبرهم اساطير مش اساطير.